بالنسبة للقانون المالية 2023، هو سهل تو مازال ما خرجش اليوم، لكن تقريبا الخطوط العريضة للقانون هذا تقريبا نعرفوها، وكانت وزارة المالية قدمتها في عدة فرص، سواء مع اتحاد الشغل وإلا حتى مع اتحاد الأعراف وحتى مع هيئة الخبراء المحاسبين. الفكرة اللي وراء قانون المالية 2023 هي ترتكز أساسا على معناها أكثر الحصول على أكثر ما يمكن من مداخيل ذاتية. نحكي هنا على مداخيل ذاتية، هنا نحكي على معناتها الجبال عليه كيف كيف، مش نراه اللي ثم أكثر توجه نحو معناها توسيع قاعدة الضريبة. احنا رينا حتى من قبل القانون المالي اللي ثم مجموعة من المهن اللي خرجت من النظام التقديري وتم تحويلها إلى النظام الحقيقي. كيف كيف رينا حتى النية أنه تتجه أنه المؤسسات اللي نعرفوا مليح اللي هي كل 28 من الشهر، معناها آخر أجل هو النهار، و28 من الشهر الموالي للشهر اللي لشهر النشاط تقوم بعملية معناها الدفع لديكلاراسيون مونسويل، معناها كانوا نهار 28 اللي قريناه على الاقل في النسخ المدوله اليوم اللي مش تولي نهار 15، وبالتالي هذا يعني انه الدوله مش تحرص على انها تتحصل على اموالها بطريقه معناها قبل 8 قبل معناها ب 16 يوم اللي تعودت عليه. هذا يعطينا اللي هي تنجم تتحكم احسن في المداخيل نتاعها، وبالتالي حتى ينجم ينقص تدخل الدولة على السوق الداخلية، معناها ما عادش فما نفس النسق نتاع إصدار إقرار الخزينة ب معناها قصيرة المدى ولا طويلة المدى، لأنه هي مش تحصل على الأموال نتاعها بصفة مسبقة. لكن زاد دارينا كيف كيف اللي ثمانية أنه بعض معناها الترفيع كيف كيف في الأداء على القيمة المضافة لبعض المهن اللي مش تعدى من 16 مش تعدى ل 19%، معناها هذوما الكل الهدف نتاعهم الأساسي هو اللي احنا نتحصل على اكثر مداخيل جبائيه. هذا اللي رأيناه بطبيعه السياسه العامه فيما يخص المصاريف، الناس الكل نعرفوها اللي اهم حاجه لازمها تصير هي التحكم في المصاريف، اهم حاجه هي الاجور، ولهنا تم اتفاق مع اتحاد الشغل اللي تم ابرامه على 3 سنين، وبالتالي على الاقل في القانون المالي مش يكون ثم معناها الرقم واضح بالنسبه للدوله، ارقام واضحه هي مش تركز على الارقام هذه باش تقدم قديش كتله الاجور اللي ناويه تتحملها في 2023. والحاجه الثانيه هي بطبيعه الحال كل ما يهم الدعم، انا عارفه مليح اللي ثمانيه باش الرشد الدعم في 2023 بطبيعه هذه يعني اقل مصروف دعم، لكن إذا كان هذا باش يترافق بتحويلات اجتماعية لأنه هما مربوطين ببعضهم، احنا النية تتجه إلى تقليص الدعم، لكن نعوضوه للطبقات اللي هي ضعيفة بتحويلات مالية، بداية التحويلات نجم تستبق بشوية معناها عملية الترفيه في الدعم، لأنه ما نجموش نرفع الدعم بصفة كلية هكاك معناها ضربة واحدة من غير ما وراها إجراءات اجتماعية، ديون اللي لازمها تخلص كالعادة، ديون داخلية ديون خارجية. هذا ما يطرحش إشكال كبير، لأنه أول حاجة إذا كان تونس تكمل تمضي بصفة نهائية تحصل بصفة نهائية على القرض صندوق النقد، رينا في تقرير فيتش اللي فما تمويلات أجنبية باش يجي لتونس نتحصل على الأموال هذه على القسط الأول، وخاصة مش نجموا نتحصلوا على تمويلات أجنبية أخرى هي مربوطة بالحصول على صندوق معناتها الاتفاق النهائي مع صندوق النقد، وبالتالي الدين الخارجي تقريبا ما عادش ما نقولش مش مشكلة في المطلق، لكن على الأقل على المدى القصير فما ضغوطات نقصت برشا على تونس، وهذاك علاش رينا اللي فيتش ريتينجز خرجت تونس من قائمة الدول اللي هي تحت المراقبة وحسنت صفة طفيفة في الترقيم.